امبارح رجعنا بالليل كتير متأخر بعد المباراة. قضينا الليلة بالسيتي سنتر وبعدين رجعنا على البيت، كنا فرطانين وتعبانين فما قدرت أصور أي شيء، بس دائما بالليل بصور على السناب شات. فإذا ما عم تلحقوني على السناب شات الحقوني على السناب شات. طبعا بابا لا تسألني شو هو السناب شات لأني ما راح أعلمك عليه. لحقتنا على الفيسبوك قلنا ماشي، لحقتنا على الانستغرام قلنا أوكي، بس خلي شوي برايفسي، يعني ما بيصير هيك كل شيء يعني. يا سيف بدر، اي حدا من اخواتي لا تقولوا لبابا شو هو السناب شات. الناس هون كتير 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 ودودة، دائما مبتسمين. صراحة ما اعتقدت اني حب البلد لهالدرجة، بس البلد كتير حلوة والناس كتير ودودين وبيأهلوا وبيسهلوا فيك. يمكن بيخجلوا كتير لانه لما تحكي معهم بالانجليزي مو متعودين يحكوا انجليزي، بس عامة البلد حلوة، الطبيعة حلوة، حتى فيني اقول انه يعني في اماكن احلى من المانيا، حسب طبعا وين بالضبط موجودين بالمانيا. هون البرندا اللي عنا اياها بالغرفة، اليوم نحن كتير محظوظين لانه الجو حلو، وهيدا امر نادر بالمنطقة اللي نحن فيها. فيا all in all اول يوم كتير حلو. هلا اليكس موجود، اليكس راح المحاضرة، ضليتني نايم انا، وبس ما يرجع راح ننزل على النادي، وبعد النادي يمكن نروح ناكل سوشي. امبارح اكلت 2 برجرز، طبعا صورت 1 برجر ورجيتكم اياها، والبرجر الثانيه صورتها على السناب شات. فيا رح صور لكم اليوم بالنادي التمرين. اليوم رح نتدرب بيطان اللي هو ظهر وبايسبس، ويا رح صور لكم وورجيكم حتى يعني لما نكون مسافر وكذا وهيك بنروح على النادي وبنحاول تو جيت ان ا جود ورك اوت. طبعا بالنسبه للاكل سلم يا معلم، لانه عم باكل اللي بدي اياه، وبرجرز سوشي اللي هو. والشي كمان اللي صدمني كتير انه هون رخص مش طبيعي. طبعا اتس ريليتيف، يعني من وين يعني. انا بالنسبه لي انا عايش بفرانكفورت، وفرانكفورت غاليه نار يعني. لما بدك تطلع تاكل برا اقل شيء بدك تدفع 20 30 يورو، اللي هو يمكن خمس دنانير مينيموم. هون امبارح قضيته كله، سو امبارح اكلت اتغديت برا وتعشيت برا وقعدنا بالبار وشربنا، واللي هو طبعا عم بقول شربنا، انا شربت بيبسي و7 اب. بس اللي هو يعني امبارح كله على بعضه صرفت 3 دنانير. يعني من اوله لنهايته وانا برا وعم بعمل وعم بروح وعم بجي، وكله كلفني بس 3 دنانير. فهلا عرفت ليش اخي ابراهيم قال لي بولندا احلى بكثير من المانيا، مع انه ما راح على المانيا بس قال لي بولندا احلى من المانيا، لسبب انه يو كان انجوي ات مور، انه خصوصا اذا انت عم تحول دنانير ل العمله اللي عندهم اياها هون اللي هي البولش زلوتي، فالمكان رخيص بشكل. طبعا مو بوارتسو، وارتسو العاصمة كتير غالية. أنا هلا بكراكاو، وكراكاو أرخص بكتير 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 من وارتسو. ف مو تروح على وارتسو وتقول إني أنا إني أنا أعطيتكم معلومة غلط. فوارتسو شي اللي هي العاصمة، وكراكاو شي تاني. يا ذاتس بريتي ماتش إت. رح صور لكم لما أروح على النادي، إن شاء الله خلوني أصور بالنادي هون. طبعا النادي ما بعرف إذا اوكي ما بعرف اذا طول هالوقت كانت الشاشه مغمقه ولا لا، لانه الشمس ضاربه بالسكرين وما فيني اشوف شيء من السكرين. المهم يا ان شاء الله خلونا نصور بالنادي. النادي اسمه بلاتينوم فيتنس، بلاتينوم تيبيكال بولش واي اوف كولينج يور جيم، يعني عشان تبين انه هارد كور. بس هذا هو، رح صور لكم لما نروح على النادي. وصلنا هلا على النادي فيتنس بلاتينوم. ماشيين على التريدميل، اخذنا 5 دقائق بس عشان نكتشف كيف بيشتغل، لانه كل شيء مكتوب بالبولندي.
او بالاحرى انا اخذتني دقيقه واليكس اخذته شي 5 دقائق. I'm saying that it took you about 5 minutes to turn on your it took me about 5 minutes to turn this on. I'm appalled. اليوم today is going to be a push day. So I'm going to say some of the stuff in Arabic, I'm going to say some of the stuff in English. Let's see how this goes. رح صور لكم لما نبلش تمرين. نحن نعمل هلا تقريبا رح نمشي 20 دقيقه نحمي شوي وبعدين نعمل شويه ستريتشنج وبعدين رح نفوت على التمرين. Say salam alaikum. Salam alaikum. بلشنا التمرين. المكان كتير ضيق. هيو عم يتمرن وراي. النادي كتير صغير. ما توقعت يكون بهالصغر. فما بعرف اذا رح نقدر نصور كل التمارين لانه ما في اماكن نحط فيها الكاميرا. رح اعطيه هلا الكاميرا. خليني اصوركم التمرين الاول. Keep it rolling. خلصنا التي بار. عملنا 5 جولات هو عمل 4 جولات لانه شفت الفورم تبعته عم بتصير اسوء واسوء وما بدي يأذي ظهره فخليته يوقف على الرابعه. وصار لا يو ستارت keep your chest up slowly 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 focus when you go down drop your back a little bit with it yeah just keep your chest up yeah exactly هلا بلشنا هون خبده واسعه اليوم عم نركز على الظهر على المسكات الواسعه الظهر من برا وحنعمل هون 3 جولات 12 عده هلا خلصنا 3 جولات مد قبضه واسعه رح نعمل منشار حنلعب كمان 3 جولات وبعدين اخر شيء رح نلعب سحب امامي واسع خلصنا هلا منشار 3 جولات 12 عده رح نلعب قبضه واسعه سحب امامي رح نعمل كمان 3 جولات بعدين رح نفوت على الكتف الخلفي. So you can keep rolling. Just careful not to hit the guy behind ليش عملنا السحب الامامي في النهايه؟ فجوابي مثل ما جوابي بالعاده لا تعود جسمك على نفس الشيء، اذا بتعمل شيء دائما تمرينك مثل ما هو جسمك ما راح يتفاجأ راح تضلك مثل ما انت. عشان تطور من نفسك بدل الطريق ادائك للتمرين ركز على زوايا معينه مختلفه عن الزوايا اللي انت بتركز فيها، بدل تركيبه الجدول كلها تبعتك. هلا تركيبه الجدول الجديده تبعتي عم بعمل كتف خلفي مع الظهر. ففي اشياء معينه فيك تعملها مشان تضلك ماشي تضلك عم تنمو. خلصنا هلا تمرين كتف خلفي، عملنا 4 جولات هنيك، ما بعرف اذا 3 جولات بس بالنهايه عملنا 4 جولات، وهلا رح نلعب بايسبس رح نركز على كمان قبضات واسعه. اليوم لما العب ظهر قبضات واسعه بعمل كمان بايسب قبضات واسعه معه، واليوم لما العب ظهر قبضه ضيقه بعمل بايسب كمان قبضه ضيقه معه. فهلا رح نبلش بالبار المتعرج، حنعمل 4 جولات. Behind you, man, you want to pass. صرنا 5 دقائق هلا ناطرين مشان يفضى شوي الوضع مشان نعرف نتمرن. فهلا رح نتدرب همر ما بعرف يعني همر لا همر داخلي للبايسب من برا ما عاد فيني الدم كله بالعضله ما عاد فيني اركز okay.
حسب نعلنا رح نعمل ثلاثات لأنه الدنيا كلها عشرة. ما أعرف كل واحد بولندي بتسأل كم جولة ضايلك بيقول لك ضايلي 17 جولة. ما بعرف شو التمرين اللي عم بيلعبوا بس كل واحد تسأله بيقول لك ضايلي 15-17 جولة. فأنا عم نلعب ثلاثات نلعب خمس جولات هون أمامي. هيدا اخر تمرين رح نلعبه وبعدين رح نطلع لانه لازم نروح ناكل وبعدين ناخد شاور ورح ننزل على السيتي سنتر. رح نلعب هون اربع جولات ورح نكون خالصين. وهذا كان تمريننا لليوم. وكل يوم طبعا رح اتدرب بس ما رح صور كل يوم، رح يكون صعب كتير لانه اخذ الكاميرا معي دائما لانه رح ننزل على السيتي سنتر وبعدين رح نرجع لهون. فرح احاول صور قد ما فيني وبالنهاية رح كله اعمل له اديتنج ونزله على اليوتيوب. فرح شوف شو بالنهاية رح نزل وما رح نزل. Alex, sag etwas. Was soll ich sagen? Nix. Also tschüss oder so auf Arabisch. Habibi.